السلام عليكم أحبائي الصغار، مرحبا بكم في هذه الحصة الجديدة من حصص مادة النشاط العلمي. حصتنا لهذا اليوم سنخصصها للتقويم والدعم. تعرفنا خلال الحصص السابقة على مجموعة من المفاهيم والمعلومات حول النباتات لنراجع معا هذه المكتسبات وندعمها. إذا لاحظوا معي السؤال الأول: أملأ الفراغات بما يناسب، ورقة بسيطة، ورقة مركبة، ثمرة بسيطة، ثمرة مركبة. إذن الصورة الأولى هي ورقة، هل هذه ورقة بسيطة أم ورقة مركبة؟ الصورة الثانية أيضا ورقة، هل هي ورقة نبات بسيطة أم ورقة مركبة؟ الصورة الثالثة لثمرة، ثمرة باذنجان، ثمرة الباذنجان هل هي ثمرة بسيطة أم ثمرة مركبة؟ ثم أخيرا ثمرة الخوخ، هل هي ثمرة بسيطة أم ثمرة مركبة؟ إذن أحبائي الصغار، لا شك أنكم توصلتم إلى الإجابات الصحيحة، ولنتعرف عليها معا. إذن نبدأ بالورقة الأولى. إذا لاحظوا هذه الورقة، هل هي تتكون من عنصر واحد فقط، من جزء واحد فقط؟ أحسنتم أحبائي الصغار، إذن هي تتكون من عدة أجزاء. إذن هي ورقة بسيطة أم ورقة مركبة؟ جيد أحبائي الصغار، إنها ورقة مركبة. إذن هذه ورقة مركبة. الورقة الثانية، إذن لاحظوا معي الورقة الثانية، إذن هذه الورقة هل تتكون من جزء واحد أم من عدة أجزاء؟ نعم، إنها تتكون من جزء واحد، رغم أنه طبعا متفرع. إذن هو جزء واحد ولكن متفرع. إذن هذه ورقة، أحسنتم، إنها ورقة بسيطة. إنها ورقة بسيطة. ثم الثمرة، ثمرة الباذنجان. نعم، ثمرة الباذنجان، إنها ثمرة، جيد أحبائي الصغار، إنها ثمرة مركبة. إنها ثمرة مركبة. ثم ثمرة الخوخ، نعم، كيف هي هذه الثمرة؟ لاحظ تتكون فقط من لب وبذرة واحدة. إذن هي ثمرة، جيد أحبائي الصغار، إنها ثمرة بسيطة. إنها ثمرة بسيطة، لديها جزء لبي ولديها بذرة واحدة بطبيعة الحال في وسطها. فإذا هذه هي الإجابات الصحيحة: ورقة مركبة، ورقة بسيطة، ثمرة مركبة، ثم ثمرة بسيطة. جيد أحبائي الصغار، ولنمر إلى النشاط الثاني. إذن في هذا النشاط سنختبر مكتسباتك عزيزي التلميذ وعزيزتي التلميذة حول أجزاء النبات. ألاحظ الرسمة وأكتب الكلمات في المكان المناسب. إذن ألاحظ هذا الرسم، نعم، إنها نبتة فراولة، إنها نبتة الفراولة، وهذه النبتة تتكون من عدة أجزاء. نلاحظ أسماء هذه الأجزاء في السؤال: الجذور، الأوراق، الثمرة، الساق، الزهرة. إذن مطلوب منكم أعزائي التلاميذ أن تكتبوا الأسماء أو الكلمات المناسبة في هذه داخل هذه الإطارات. إذن مثلا هذا الإطار ماذا يمثل؟ إذن ماذا يمثل هذا الجزء من النبتة؟ ماذا يمثل هذا الجزء؟ لاحظ الجزء الأبيض، أوراق بيضاء وأجزاء أيضا باللون الأصفر وأجزاء باللون الأخضر. إذن هذا الجزء كله من النبتة ماذا نسميه؟ هل هو جذور؟ هل هي أوراق؟ هل هي ثمرة؟ هل هو ساق؟ أو هل هي ساق؟ وهل هي زهرة؟ ونفس الشيء هنا، ماذا يمثل هذا الجزء من النبتة؟ وماذا يمثل هذا الجزء من النبتة؟ وماذا يمثل هذا الجزء أيضا من النبتة؟ إذن أحبائي الصغار،
هذا السؤال متأكد تماما أنكم توصلتم إلى الإجابة الصحيحة عنه. ولنبدأ بالكلمة الأولى، الجذور. إذن أين هي جذور هذه النبتة؟ أحسنتم أحباء الصغار، الجذور هي في الجزء التحأرضي، يعني تحت الأرض من النبتة. إذن هذه هي الجذور، هذه هي الجذور، إذن هذه هي جذور النبتة. نعم، الأوراق، أوراق النبتة. إذن أين هي أوراق النبتة أحباء الصغار؟ أحسنتم أحسنتم أحباء الصغار، نعرف الأوراق بلونها الأخضر بأشكالها المميزة. نعم، إذن هذه هي الأوراق. نعم، إذن هذه هي الأوراق، هذه ورقة وهذه كذلك ورقة وهذه أوراق أيضا بطبيعة الحال أحبائي الصغار. ثم الثمرة، ما هي الثمرة أو أين هي ثمرة الفراولة؟ ثمرة الفراولة اللذيذة. جيد أحبائي الصغار، إنها هنا، هذه الثمرة ذات اللون الوردي، إنها ثمرة الفراولة. إذن هذه ثمرة الفراولة بطبيعة الحال. ثم الساق، ساق النبتة. إذن ساق النبتة، جيد، إذن نعرف هذه الساق طبعا التي هنا بالنسبة لهذه النبتة هي ساق هوائية، يعني في الجزء الهوائي من النبتة. إذن هذه هي الساق، إذن هذه هي الساق. ثم بقيت لنا أو بقي لنا الجزء الأخير من النبتة، العنصر الأخير هو، أحسنتم أحباء الصغار، إنها الزهرة، إنها الزهرة. إذن هذه زهرة الفراولة. الثمرة هي الفاكهة التي نتناولها، والزهرة التي تزهر بطبيعة الحال في النبتة، والساق التي لاحظوا أنها تحمل أو تنبت منها الأوراق، والأوراق نعرفها طبعا بأشكالها المميزة. ثم الجذور في تحت الأرض أو تحت الأرض في الجزء التحأرضي. أحسنتم أحباء الصغار، ولنمر للنشاط الثالث. ماذا يقول النشاط الثالث أعزائي؟ أحدد بالنسبة لكل نبتة نوع الجذر. إذن هذه نبتة، لاحظوا جذرها كيف هو. ثم هذه نبتة أخرى، نبتة الشمندر، أيضا لاحظوا جذرها كيف هو. إذن هذا الجذر عبارة عن أجزاء صغيرة على شكل خيوط متجمعة، وكأنها حزمة من الخيوط، كأنها حزمة مجموعة من الخيوط. إذن ماذا نسمي هذا النوع من الجذور أحباء الصغار؟ تذكروا جيدا. ثم هذا الجذر هو عبارة عن جزء واحد، لاحظوا شكله كيف هو، واحد، عنصر واحد فقط بشكل مستدير من الأعلى وحاد من الأسفل. نعم، مثل المسمار، مثل الوتد. نعم أحباء الصغار، إذن ماذا نسمي هذا النوع من الجذور؟ أحسنتم أحباء الصغار، إنه جذر حزمي. إذن هذا جذر حزمي، هذا جذر حزمي. ثم هذا، نعم أحباء الصغار، يشبه الوتد، فهو إذن جيد جدا، إنه جذر وتدي، إنه جذر وتدي. إذن هذا الجذر حزمي وهذا الجذر وتدي، جذر حزمي، جذر وتدي. ويمكن أن نقول أيضا عن هذا الجذر الوتدي، إذا كان طبعا يخزن مواد تؤكل مثلا، يمكن أن نسميه جذرا درناتيا، نقول إنه ماذا؟ جذر درناتي. أحسنتم أحباء الصغار، ونمر للنشاط الرابع. النشاط الرابع هو أيضا يختبرنا في نوع النبات بصفة عامة. أملأ الفراغات بما يناسب، أملأ الفراغات بما يناسب.
عشبي شجري، عشبي شجري. إذن لاحظوا معي هذه الصورة، البرتقال، البرتقال نبات، هل هو عشبي أم هو نبات شجري؟ إذن تختارون الكلمة المناسبة أحباء الصغار. ثم الصورة، نلاحظ الصورة الثانية، هذا طحلب. تعرفنا سابقا ما معنى الطحلب، إنه نبات مائي يكون في المياه. إذن هذا النبات المائي الطحلب، هل هو نبات عشبي أم نبات شجري أحبائي الصغار؟ إذن لكم أن تختاروا بين الكلمتين عشبي شجري، ولا شك أنكم توصلتم للجواب الصحيح. إذن نتعرف على الإجابات أحبائي الصغار. البرتقال نبات، أحسنتم، جيد جدا، نبات شجري. إذن هو عبارة عن شجرة، هذه شجرة البرتقال، فإذن هو نبات شجري، هو نبات شجري. ثم الطحلب، هل هو عبارة عن شجرة؟ كلا، ليس شجرة، إنما هو عشبة صغيرة بطبيعة الحال، فإذن هو نبات، كيف هو؟ جيد، إنه نبات عشبي. الطحلب نبات عشبي مائي، الطحلب نبات عشبي مائي، أحسنتم أحبائي الصغار. ولنمر معا إلى النشاط الخامس، ولكن قبل ذلك دعونا نتذكر ما يجب علينا تجاه هذه النباتات. مثلا هذا نبات البرتقال، أو هذه الشجرة، وهذه الأعشاب التي حولها، ما الذي يجب علينا تجاهها أحباء الصغار؟ أحسنتم، إذن يجب حمايتها، يجب الحفاظ عليها، يجب أن نغرس الأشجار، يجب أن نسقيها، ويجب أن نحافظ عليها. وكذلك بالنسبة للطحالب، النباتات المائية، يجب أيضا أن نحافظ على نظافة البحار والأنهار حتى لا تتأذى هذه النباتات. إذن نمر الآن أحبائي الصغار إلى النشاط الخامس. ألاحظ الصور وأكتب أسماء الخضر والثمار في الجدول التالي. إذن لدي هنا مجموعة من الصور لمنتوجات زراعية، بعضها عبارة عن خضر والبعض الآخر عبارة عن ثمار. إذن ماذا نلاحظ هنا؟ إنه الجزر، جيد، إنه الجزر، هذا جزر. ثم إلى جانبه هنا، إنه الخوخ، إنه الخوخ، جيد، خوخ. إذن جزر، خوخ، ثم ماذا نسمي هذا؟ أحسنتم، إنه بصل، بصل، إنه بصل، هذا بصل. ثم ما هذه؟ نعم، إنها بطاطس أحبائي الصغار، جيد، إنها البطاطس، بطاطس. ثم ما هذه؟ إنه ماذا؟ أحسنتم، إنه الموز، موز، إذن هذا موز. ثم هنا آخر صورة، ما هذا؟ نعم، إنه تفاح. إذن لدينا جزر، خوخ، بصل، بطاطس، موز، تفاح. إذن من بين هذه الصور نختار ما من بينها ما يمثل الخضرة وما يمثل الثمار. تذكروا أن الثمار يأكلها الإنسان من خلال قطفها، يقطفها ويأكلها، ثم الخضر بطبيعة الحال التي يقوم بطبخها. جيد، إذن أول نوع من الخضر لدينا هنا هو البطاطس، جيد. إذن أحبائي الصغار، إذن خضر بطاطس، بطاطس عبارة عن خضر. ثم نلاحظ أيضا الجزر، إذن جزر، إذن الجزر من الخضر. ثم آخر نوع لدينا من الخضر هنا أحبائي الصغار، أحسنتم، إنه البصل، بصل، إذن الخضر بطاطس، جزر وبصل، جيد. ثم
خوخ. إذن الخوخ هل هو من الخضر؟ كلا أحبائي الصغار، إنه من الثمار، إنه فاكهة. الفواكه هي ثمار نأكلها، إذن خوخ. ثم موز، موز إذن من الثمار، الموز من الثمار. ثم أخيرا جيد، إنه تفاح، إذن تفاح. إذن الخوخ والموز والتفاح هي عبارة عن ثمار، تكون الزهرة في الشجرة ثم هذه الزهرة تتحول إلى ثمرة، فلذلك نسميها ثمارا، إنها ثمار. إذن الخضر بطاطس وجزر وبصل، والثمار خوخ وموز وتفاح أحبائي الصغار. إذن من خلال هذا التمرين أحبائي نتعرف أن هناك فائدة عظيمة للنباتات، فالنباتات تعطينا منتجات نأكلها نتناولها، سواء نتناولها مباشرة أو نتناولها بعد طبخها. إذن الآن أحبائي الصغار نمر إلى آخر جزء من حصتنا لهذا اليوم، وهو كما جرت العادة تقويم التملك نهجي التقصي. إذن سنحاول أو ستحاولون أحبائي الصغار أن تقوموا وتختبروا مدى تملككم لنهج التقصي، هل استطعتم أن تتملكوه أم لا يزال ينقصكم شيء ما لكي تتملكوه. إذن لنقرأ هذه الوضعية. زار عبد السلام وأخته عائشة مزرعة جدهما، فشاهد عمالا يقتلعون نباتات البطاطس بجذورها، وآخرون يقصون النعناع من سيقانه، بينما يقطف آخرون حبات الطماطم ثم يضعونها في صناديق. سألت عائشة جدها: لماذا لا يقتلع العمال النعناع والطماطم مثلما يقتلعون البطاطس؟ لكن الجد ابتسم لها ونادى سائق العربة ليحمل المزروعات إلى السوق. إذن أحبائي الصغار، عبد السلام وأخته عائشة قاما بزيارة مزرعة جدهما. ماذا يزرع الجد في هذه المزرعة؟ أحسنتم، يزرع بطاطس، ويزرع نعناع، ويزرع طماطم. إذن البطاطس والنعناع والطماطم. ماذا لاحظت عائشة؟ إذن لاحظت عائشة ماذا؟ أن العمال يقتلعون البطاطس بجذورها، يقتلعون النبتة كاملة هي وجذورها. ولاحظت أيضا أن عمالا آخرين يقصون النعناع من السيقان، بمعنى يتركون الجذور في الأرض ويقصون ويقطعون فقط النعناع من سيقانه، وطبعا هذه السيقان تنمو فيها أوراق النعناع. ثم عمال آخرون ماذا يفعلون؟ يقطفون حبات الطماطم. إذن يذهبون إلى نبتة الطماطم، يقطفون، يجنون، يقتلعون فقط حبة الطماطم، يقتلعونها أو يجنونها ثم يضعونها في صناديق، لا يقتلعون الجذور ولا يقتلعون الأوراق ولا يقتلعون السيقان. هذه الملاحظات دفعت عائشة إلى أن تسأل: لماذا لا يقتلع العمال النعناع والطماطم مثلما يقتلعون البطاطس؟ لماذا لا يقتلعون النبتة كاملة؟ الجد ابتسم لها، لم يجبها، لكنه ابتسم لأنه يعرف الجواب، ونادى سائق العربة ليحمل المزروعات إلى السوق. إذن أحبائي الصغار، هل تستطيعون مساعدة عائشة في الإجابة عن هذه الأسئلة أو عن هذا السؤال؟ يمكنكم طبعا مساعدتها من خلال الإجابة عن الأسئلة التالية: أبين لماذا يقتلع العمال نباتات البطاطس بجذورها؟ إذن لماذا العمال هنا يقتلعون نباتات البطاطس كلها، يعني بجذورها، لماذا؟ ما هو السبب في ذلك؟ ثم السؤال الثاني:
وضحوا سبب قص النعناع من سيقانه، لماذا يقص العمال الآخرون النعناع من سيقانه فقط ولا يقتلعون جذوره؟ ثم السؤال الثالث، أفسر سبب قطف حبات الطماطم دون اقتلاع النبتة، لماذا يقطفون فقط حبات الطماطم ولا يقتلعون النبتة كاملة؟ إذن أحبائي الصغار، أظن أنكم استطعتم التوصل إلى الإجابات الصحيحة من خلال ما تعرفنا عليه في الحصص السابقة حول النباتات، والآن لنتعرف على الإجابات الصحيحة. إذا لماذا يقتلع العمال نباتات البطاطس بجذورها؟ لماذا؟ ما هو السبب في اقتلاعهم نباتات البطاطس بجذورها؟ إذا نضع فرضيات أولا أحبائي الصغار، ثم نتأكد ونجيب عن السؤال بشكل صحيح. هذا هو نهج التقصي. الفرضيات مثلا، يقتلعون النباتات بجذورها لماذا؟ لأنهم يريدون مثلا استعمالها كلها، يعني يستعملون النبتة كلها، أو يقتلعونها بجذورها لأن لا فائدة من جذور هذه النبتة فلذلك يقتلعونها حتى يتخلصوا منها، أو ربما يكون الجواب أنهم يقتلعونها بجذورها لأن الجذور هي التي يستعملونها بطبيعة الحال. إذن يمكن أن نتأكد من ذلك من خلال ملاحظتنا مثلا لنبتة بطاطس. يمكن أن نأخذ حبة بطاطس أو درنة بطاطس نزرعها، ثم لما تنمو يمكن أن نقتلعها ونلاحظ ماذا يحدث. سبب قص النعناع من سقانه، لماذا يقصون النعناع من سقانه؟ إذن أيضا نضع فرضيات، يقصون النعناع من سقانه مثلا لأنهم يريدون هذه السقان، يقصون النعناع من سقانه مثلا لكي يحافظوا عليه أو غير ذلك، أو يقصون النعناع من سقانه لأن جذوره لا يحتاجون إليها. ثم السؤال الثالث، يقتلعون حبات الطماطم أو يقطفون عفوا حبات الطماطم لماذا؟ يمكن أن نفترض أنهم يقطفون حبات الطماطم لماذا؟ لأن النبتة، لأنهم لا يحتاجون الأوراق والسيقان إلى غير ذلك، أو لأن النبتة ستعطيهم ثمارا أخرى أو غير ذلك. إذا لنتعرف على الإجابات الصحيحة. أولا، يقتلع العمال نباتات البطاطس بجذورها لأن درناتها هي التي تؤكل. إذن يقتلعون النبتة كلها لماذا؟ لأننا ماذا نأكل في البطاطس؟ نأكل الساق الدرناتية، فالساق الدرناتية توجد في الجزء التحت أرضي، ولذلك لا بد من اقتلاع النبتة حتى نحصل على هذه الدرنات التي تؤكل. السؤال الثاني، يقص العمال النعناع من سقانه لأن جذوره لا تستعمل. إذن النعناع ماذا نستعمل فيه؟ نستعمل الساق والأوراق، فلذلك يقصون النعناع من سقانه ويتركون الجذور لأنهم لا يستعملونها، ويتركونها لكي تنمو ساق جديدة ويقصونها. السؤال الثالث، تقطف حبات الطماطم وحدها لأنها هي التي تؤكل ولا تؤكل أوراقها ولا جذورها. إذن هذا هو الجواب الصحيح. نحن أو العمال يقطفون حبات الطماطم لماذا؟ لأننا سنأكل فقط هذه الحبات ولا نأكل أوراقها ولا نأكل جذورها ولا حتى سيقان هذه النبتة. إذن أحبائي الصغار، هكذا نكون قد أنهينا أنشطتنا لهذه الحصة، ولكن قبل أن أودعكم أقترح عليكم هذه الشبكة التي تقيسون بها مدى تمكنكم من مفاهيم هذه الوحدة. إذن أضع علامة ضارب في الخانة المناسبة. أصبحت أعرف تنوع النباتات وأجزائها الرئيسة. إذن أحبائي الصغار، إذا استطعتم أو إذا عرفت عزيزي التلميذ وعزيزتي التلميذة، إذا عرفت أو أصبحت تعرف
أن تنوع النباتات، تعرف أنواع النباتات وتعرف أجزاءها الرئيسة، فإنك متمكن. فإذا ستضع الإكس أو ضارب في خانة متمكن. إذا كنت تعرف فقط شيئا ما ولا تعرف أشياء أخرى، مثلا إذا لم تستطع أن تجيب عن الأنشطة التي أنجزناها منذ قليل، فأنت في طور التمكن. أما إذا كنت لم تستطع الإجابة عن أي نشاط فأنت غير متمكن، وبالتالي تحتاج إلى مراجعة ودعم. صرت أعرف تنوع جذور بعض النباتات. إذا كنتم أعزائي التلاميذ تعرفون أنواع الجذور، الجذر الوتدي والجذر الحزمي والجذر الدرناتي وغيرها، فأنت متمكن. كنت تعرف البعض فقط فأنت في طور التمكن، وإذا كنت لا تعرف ذلك فأنت غير متمكن وتحتاج إلى دعم. أصبحت أميز سيقان بعض النباتات. تعرفنا على سيقان النباتات، فإذا كنت أو أصبحت تميز بين هذه السيقان فأنت متمكن، تضع X هنا، وإذا لم تكن متمكنا فتضع X هنا أو في طور التمكن. صرت أدرك تنوع أوراق النباتات. هل تدرك أنواع الأوراق البسيطة والمركبة وغيرها؟ فأيضا تضع X في الخانة المناسبة. ثم أستطيع تحديد بعض الأعضاء النباتية التي آكلها. إذا كنت عزيزي التلميذ وعزيزتي التلميذة تعرف ما هو الجزء من النبتة الذي يؤكل، هل هو الجذر أم الساق أم الأوراق أم الزهرة أم الثمرة، فأنت متمكن. وإذا كنت تعرف فقط بعضها فأنت في طور التمكن، وإذا لم تكن تعرف أي شيء فأنت غير متمكن. إذا كنت متمكنا فأنت تحتاج إلى يعني تثبيت ومواصلة معلوم أو معرفة معلومات جديدة، وإذا كنت في طور التمكن فأنت تحتاج إلى مراجعة تثبت بها ما درسته، وإذا كنت غير متمكن فأنت تحتاج إلى دعم حتى يعني تتمكن من هذه المعطيات. إلى هنا أحبائي الصغار تنتهي حصتنا لهذا اليوم، ألقاكم في حصة لاحقة بحول الله.